راجل ايه؟ فقري وبتقطع الرزق، سمارة هترقص يا متعوس. انت انا حر فيها. ايه يا اخويا؟ لا لحد هنا ونقوله سمارة دي بنتي انا. انا اللي حملت ولا اللي رضعت ولا اللي ربيت ولا اللي كبرت ولا اللي اكلت ولا اللي صرفت عليك انت وهي. انت مش هترقص يعني مات. بقول لك ايه؟ هترقص ورجلك فوق رقبتك. يلا يا اخويا طوع شيل اربو بره زي طبقة الزبالة. ايه وعدك انت هو تجننت ولا ايه؟ تعالى يا ابني ارتاح عشان خاطري. ارتاح؟ هي راحت ايدي؟ انا من يوم اتجوزت امك وانا ما شفتش طعم الراحه. مش كفايه مربطتنا انا عايز اتمرمطك انت قدام الواخش ده؟ ايه روح منك ليه؟ مستنيين ايه؟ انا واس مش قلت طلعوا بره الموزه اللي سبقت الزباله؟ بس انت هو حرام عليك يما عشان خاطر انا وادي يا بندق هترمى كونياك. ايه يا اختي؟ ايه من ناحية امك ربع كونياك؟ انت عبيطه يا بت، دي الخمره بتاعت القهوه كلها في بطن ابوكي. الراجل ده عايش على ناس افلاها واخرتها جاي يبوظ لقمه العيش. سماره خرجي من قدامي لحسن اخد فيه مؤبد. معلش روحي انت لحد وراك. انا مش متعتع من هنا الا وانت معايا. انا عايزك تقعدي في بيت محترم وتستني عدلك زي البنات الاكابر. حلو قوي ازغرط لك انا واقول ذوقي يا مزيكا. ارجع سلام لمدعوس باشا. بس اهو في داهية في داهية عكننت علينا وعكننت على الزباين. ربنا يقطعك زي ما قطعت رزقنا. خلاص استريحتي؟ خد يا بيت خشي كمان الرقص. مش هرقص. هترقصي ورجلك فوق رقبتك. يا اختي متعوس صدي نفسك ولا ايه؟ انا اللي تعبت تعبت من الرقص ومش هرقص يما. يا بنتي متعوس يا محمود يا لاسي خش يا واد غنى وهي دفشه الزباين. اتفضلي يا سمارة يا استاذ. اتفضلي. ده كلامك مش لايق عليا خالص يا سكنات. انت جوهرة يا سمارة بس محطوطة في الظروف الغلط. جوهرة؟ ايوه جوهرة. هتبان اكتر لو اتحطيت في ظروف كويسة. انا عمري ما هتحط في ظروف كويسة. اديك شفت ابويا مين وامي مين اشتغل ايه؟ ابوك كلامه صح يا سمارة. انت لازم تبطلي رقصة خالص وتقعدي في البيت معززة مكرمة. ومين اللي صرف علينا؟ ده القهوة دي لو ما رقصتش فيها يوم ما تشتغلش. شغالة على وسط أو معنى أصح يعني شغالة على رأسي وسط السكرانين الحشاشين الخمرجية. لو ما رقصتش فيها يوم ما تجيبش حتى كاميرا الكهرباء. معلش مقطر مكتوب بقى. مع السلامة يا حبيبتي. أنا لسه وشرفت بيك. ألف سلامة. الله يسلمك. بس يا ريت بقى تكرروا زيارة تاني. بس المهم العريس يكون موجود. لا إن شاء الله المرة الجاية هتيجوا تلاقيه وهو اللي مستنيك. يلا تصبحوا على خير. مع السلامة. مع السلامة. باي باي أبيانتو. أنا عايزة أفهم بقى عجبك عمال إنك دي؟ الغايب حجته معاه. يا ريت يا بابا تعرف حجة وفيق هو كمان. الهاني مخت حضرتك على التليفون يا فندم. ايوه يا تفيد ازيك؟ ما انت عارفه ان احنا كنا مسافرين. المهم انت عامله ايه؟ ايه؟ ماله وفيه؟ معقول يا عبد المجيد؟ ابني الوحيد بقاله اكتر من شهرين معرفش هو فين. كلمني مره وما رضيش يقول لي على مكانه. ما انت اللي وافقتيه يدخل مدرسه البوليس. قال ايه عايزاه يطلع زي ابوه. ابوه الله يرحمه كنا عارفين مكانه فين. يا اما في الاقسام يا اما في ماموريه. ولما ترقى وكبر بقى في ديوان الوزاره.
طيب حاضر، اطمني اطمني، انا هتصل بالرئيس بتاعه واعرف لك مكانه فين بالظبط، ولو عندي شغل هبقى اكلمه في التليفون. يا ريت يا عبد المجيد يا ريت، ده وفيق وحشني قوي قوي. اجيلكم؟ ما انا دايما عندكم. انت افتكر مره ان ليك اخت وتعالى زورني. انيسه؟ لا انيسه دايما تسال عليا، هي فين؟ الدال. اي انيسه، ازيك يا حبيبتي؟ وحشاني. الله يخليك. لا هجيلك قريب باذن الله. طيب يا حبيبتي، تصبح على خير. انا عايز افهم بقى، انت عاجبك اللي بيحصل ده؟ انا واحد فيهم، كمال ولا وفيق؟ اذا كان على وفيق احنا عارفين من الاول ان ده شغل البوليس، لكن ابنك كمال بقى، ابنك كمال اللي مخلي رقبتنا قد السمسمه قدامنا سايبه، لما هو مش عايز نورهان خطبها من الاول ليه؟ والله معاها حق، هو اللي اختارها وقال لنا اخطبوها لي. تحب اوصلك؟ لا متشكره، روح انت عشان ما تتاخرش. انا مش مهم اتاخر، المهم ان انا اطمن عليك. اصل احنا لسه قدامنا ليله طويله، على امي ما تقفل القهوه وتلم الغله وحاجات كده يعني. تلم الغله؟ الفلوس يعني. اه طب اقول لك تصبح على خير؟ هشوفك امتى تاني؟ والله حسب الظروف يا سماره. حسب الظروف يا سماره، اللي تشوفه. ماشي سير روميو يا ست جولييت. ايوه ماشي. يا اختي ومال وشك زعلان وحزين عليه قوي كده؟ اصلك مش عارفه يا امه، رقيق قوي. رقيق؟ طيب سيبينا من الرقه بتاعت اهله دي، قوليلي عكمتي منه قد ايه؟ طلعتي بكام يعني؟ هو مين ده؟ المسبلاتي يا اختي، اللي قاعد يسبل لك طول الليل. الطلب اللي انت قلت لي عليه. يا خفتي يا بنت يا عبيطه، قبل ابوكي ما يكتب كتابه عليا كنت مشطبه اللي في جيوبه اول باول، مش خايبه وعبيطه زيك. انت فاكراني ايه يا اما؟ السفيره عزيزه يا نن عين امك. وتطلع مين السفيره عزيزه دي راخر؟ ما تعرفيهاش؟ بصي بقى يا ست الكل، السفيرة عزيزة دي كانت مرة ما جابتهاش مقنعة، ما كانتش تتنقط غير بالجنيهات الدهب، الجنيهات الدهب. مش خايبانة زيك وزي أبوك يا حيلة أبوك، تخرب خيبتك يا بنت. كم دلوقتي؟ الساعة 2:30. عمره ما عملها قبل كده. مش عارف ايه حكايته. طيب ما تقوم تتكلم معاه. الصباح رباح يا أنيسة. أنا مش هقدر أنام أبداً إلا لما أطمن عليه وأعرف حصل له إيه.